على بعد 3 سنوات من التقاعد، ما يزال إدريس العلوي ملتزما بالعمل كدأبه منذ سنوات. إلى مكتبه بالجماعة الحضرية لمدينة سلا يشد الرحال كل يوم. المتصرف الممتاز الذي يبلغ من العمر 57 عاما، وبعدما أنفق جزءا كبيرا من حياته في الوظيفة العمومية، تطالعه التقارير ووسائل الإعلام بصورة مقلقة عن صناديق التقاعد. استراحة المحارب وقد أزف موعدها، لا ينغصها إلا مستقبل يبدو لإدريس غامضا في ظل شبه الإفلاس الذي يتهدد منظومة التقاعد بالمغرب. مستقبل غامض، خاص يقول لك الدولة ضامنة الصيرورة ديال المرافق العمومية والموظف ضمن هذا السياق هذا ديال الوظيفة العمومية، ولكن كنشوف أن المستقبل غامض على الأقل في الأفق ديال إذا ما تصلح شيء في الأفق ديال 5 سنين غادي يتوقف تشل الحركة. أمام شبح الإفلاس الذي يتهدد صناديق التقاعد بالمغرب، إدريس لا يرى مخرجا لهذه الأزمة غير الإصلاح. اللي في راسي أنا هو أن صناديق التقاعد إلا بقت هكا راه على وشك الإفلاس، وبالضرورة ضروري من إصلاح. كيف يكون هذا الإصلاح؟ اللي في بالي هو زيادة في ذاك الاقتطاع حساب 15 سنة الأخيرة، ماشي الأجرة الأخيرة إلى آخره. من مدينة سلا ننتقل إلى العاصمة الاقتصادية، ومن الوظيفة العمومية إلى القطاع الخاص. عكس إدريس العلوي، لم يمر على التحاق عبد الرفيع النخيلي بالعمل سوى 2.5 عام. الشاب ذو 27 ربيعا والذي يشتغل في شركة متخصصة في الهندسة الصناعية هو الآخر هواجسه غير خفية من مستقبل التقاعد. كاينه واحد الظلامية وكاينه واحد العتمة، يعني ما تخليكش تشوف مثلا هنا القدام ولا هنا المستقبل ديالك. يعني كتقول انا مثلا هما كيقتطعوا لي واحد الطرف من سميتو من السالير ديالك، ولكن في الاخر ما غاديش تستافد منه. دونك كتولي عايش واحد التخوف، واحد كتقول انا من القدام انا مثلا الا كبرت وهذه يعني راه ما عنديش كيفاش غادي نعيش. تخوف عبد الرفيع من مستقبل أنظمة التقاعد يترجمها تفكيره المستمر في مشروع خاص يقيه الفاقة بعد الوصول إلى مرحلة التقاعد. أغلبية ديال الشباب ديما كيفكروا بحال هكذا، يعني كيخدم الخدمة ديالو واخا كيقتطعوا ليه هذاك الاقتطاع ديال الضمان الاجتماعي وهذه باش أنه واحد النهار يلقى راسو. حد دابا حاليا كتشوف مثلا كاين بزاف ديال الارتباطات، بزاف ديال المسؤوليات، بزاف ديال ديما الواحد كيفكر انه يدير شي حاجه اللي تبقى ليه ديما. سواء تعلق الامر بالانتماء للقطاع العام او الخاص، الهواجس هي نفسها، هواجس تغذيها كثره التقارير والتشخيصات وقله خطط الاصلاح.